معركة باروزا. بعد أن استطاع الأسطول العثماني البطل من إنقاذ المسلمين واليهود من محاكم التفتيش في إسبانيا بأمر مباشر من السلطان سليم الأول، ذاع صيت الأسطول البحري العثماني، وما أن تسلم السلطان العظيم سليمان القانوني زمام الأمور في الإمبراطورية العثمانية إلا وأولى اهتماما خاصا لتطوير البحرية التي أمر البطل المجاهد خير الدين بربروسا أن يكون على رأس الجند فيها. بربروسا الذي صال وجال في البحار وأخضعها لحكم الدولة العثمانية. بربروسا الذي وبمجرد ذكر اسمه فقط كان يدب الرعب في أوروبا، هذا القائد العثماني الإسلامي البطل كان خير مثال للجهاد البحري في سبيل الله. يحتفظ تاريخ المعارك البحري على معركة هي من أقوى المعارك، يحتفظ فيها على رأس المعارك البحرية الخالدة والتي كتبت المجد الأبدي لبطولة وحرفية الأسطول البحري العثماني. ما أن تسلم السلطان سليمان القانوني قيادة العالم الإسلامي إلا وأعلن عن نواياه في نشر الدين الإسلامي في أوروبا، فدب الرعب في المجر وباقي الممالك الأوروبية. وحتى تشغل تلك الممالك السلطان سليمان من تحقيق هدفه بالتمدد في أوروبا، تحالفت عدد من الدول الأوروبية وقرروا شن حملة بحرية كبرى على الأسطول العثماني. وكان البابا بولس الثالث في روما يبارك هذا التحالف بل ويدعمه، حتى أن هذه الحملة البحرية سميت بالعصبة المقدسة. كان أحد أمهر وأعظم القادة الأوروبيين ويدعى أندريا دوريا، وكان الأسطول الأوروبي مكون من 600 قطعة بحرية، منها 300 سفينة بحرية كبرى تحمل على متنها 60,000 مقاتل صليبي من جمهورية البندقية ودوقية مانتوفا والأمبراطورية الإسبانية والأمبراطورية البرتغالية والدولة البابوية وجمهورية جنوة وفرسان القديس يوحنا. بالمقابل كان الأسطول العثماني يتكون من 120 سفينة بحرية عليها ما يقارب 20,000 مجاهد. في الرابع من جماد الأول عام 954 للهجرة، 28 من سبتمبر عام 1538 ميلادي، كانت المعركة البحرية الكبرى بين التحالف الصليبي والأسطول الإسلامي. غرب اليونان الآن في منطقة كانت تدعى بروزة، دارت رحى هذه المعركة الخالدة. وما إن وصل الأسطول العثماني إلا ووجد الأساطيل المتحالفة بانتظاره، لكنهم لم يستعدوا بعد للمعركة. فقرر القائد المجاهد بربروسا الهجوم بشكل فوري وعنيف ومفاجئ، ولم يكن يتوقع القائد دوريا أن يبادر بربروسا بالهجوم المبارد، حيث فتحت المدافع الكبيرة من السفن العثمانية نيرانها وبكثافة على السفن والقطع البحرية الصليبية دون توقف، ودون أن يعطي المجاهدين الأبطال المجال للعدو من التقاط الأنفاس. وخلال ذلك أمر دوريا السفن المتحالفة التفرق ومحاولة الابتعاد عن نيران المدافع العثمانية، وخلال 5 ساعات فقط استطاع المجاهد بربروسا والأبطال في الأسطول العثماني من حسم المعركة. دمر في هذه المعركة 13 سفينة بحرية كبرى للتحالف، وقتل كل من على هذه السفن، ووقع في الأسر 36 سفينة أخرى وأكثر من 5,000 جندي صليبي،
وقعوا في أيدي بربروس وبحارته الأبطال. لم يفقد العثمانيين في هذه الحرب أي سفينة بحرية، ولم يستشهد في هذه المعركة الخالدة أي مجاهد في جيش بربروسا. معركة أنهت الوجود الصليبي في البحر المتوسط لعقود، وفرح بها السلطان سليمان في حاضرة الدولة الإسلامية في اسطنبول، وأمر بإقامة الاحتفالات بكل أنحاء الدولة. أتعرفون كيف كان شكل هذا المجاهد البطل بربروسا؟ كان شعره كثيفا وأحمر اللون، وكان يضع إصابة على إحدى عينيه، وتماما فعلى الغرب بشكل البايرت زعيم القراصنة، فصوروه بالشكل قريبا جدا من شكل بربروسا المجاهد الذي أذل أوروبا. وهنا تتجلى قباحة ووقاحة الغزو الثقافي الذي يتعرض له تاريخنا العربي والإسلامي. هم يعرفون جيدا كيف يبثون سمومهم وحقدهم على الأبطال الذين لهم بصمات عظيمة في الإرث الإنساني، تماما كما فعلوا وحاولوا أن يشوهوا تاريخ العظيم هارون الرشيد بتحويله إلى زير نساء وغيره من القادة العظام في الإسلام. بربروسا هذا المجاهد ليس بايرت، ليس القرصان خاصتهم. بربروسا مجاهد عظيم سيبقى اسمه خالدا ما بقيت السماء والأرض رغما عن أنوفه. خير الدين بربروسا اسمه الأصلي خضر بن يعقوب، وعرف باسم الرئيس خضر، وعرف بأوروبا ببربروسا أي صاحب اللحية الحمراء. كان واليا على الجزائر وكان ملك البحار في عصره. بربروسا ليس مثله أحد في العبقرية البحرية، إنه عابد ومجاهد وبطل من أبطال الصف الأول في التاريخ الإسلامي.